فكرة نقطة مشتركة أعتقد بين حضراتكم، الجشع بتاع التجار. طبعا أعتقد يعني في وزارة التموين أنتوا يعني لا لا طبعا بتقفوا بالمرصاد لجشع التاجر، وآخد رأي حضرتك برضو يا دكتور هشام. طبعا اللي احنا جشع التجار دي مهم، يعني ده حرام جدا شرعا وقانونا ان واحد يستغل ظروف في ظل ظروف اقتصاديه ويرفع الاسعار بدون مبررات. ولازم اوجه رساله، انت ترفع، انت بتاجر في سلعه ولا اتنين، ما انت بتستهلك 100 سلعه اخرى بالظبط، وهي كلها حلقه واحده وكلنا دايره كما واحده، كما تدين تدان، ما احنا كلنا طبعا. لو انت حتى لو اللي بيصلح لك الساعه، لو انت رفعت السعر في السلعه بتبيعها، هتروح تصلح الساعه، ما هو هيرفع عليك. هتروح اذا كنت ان عندك 5 منتجات غير غذائيه بتروح تشتري منتجات غذائيه، اذا كنت انت منتج لسلعه فانت مستهلك ل1000 سلعه. فلازم كل واحد يعرف ان هو مستهلك وليس منتج. جوده كلنا. رغيف العيش تمام، احنا حضرتك بتقولي عندنا دقيق وعندنا قمح والدنيا تمام وكل تمام. حاجه، هتراقبوا ازاي انه بعض الجشع اللي بيحصل في موضوع طب كويس جدا ان حضرتك اشرت، عشان برضو نوجه رساله لاصحاب الفران اللي مفكرين نفسهم او هم خارج نطاق الرقابه، سواء بقى العيش الحر او المدعم. احنا عندنا نوعين زي ما حضرتك اشرتي، العيش المدعم المواطن له 5 ترغيفه وزن رغيف 90 جرام، 5 ترغيفه وزن رغيف 90 جرام ولازم يكون مطابق للمواصفات اللي هو كم الاستدارة والوزن والكم. طب الجماعه دول ده عليه رقابه شديده جدا، وكان يعني احنا طب اصحاب المخابز السياحيه بقى، اولا اللي كل واحد بيفتح اوضه او يفتح مكان ويشتغل فرن ويروح يجيب مكنه ويخبز ويجيب دي لك الدي بتاعه حر، لا انت مش حر، انت في دوله قانون وفي دوله رقابه وفي دوله مؤسسات. فانت كصاحب فرن السياحي اولا لا عندك ترخيص، لازم يكون عندك شهادات صحيه، لازم يكون عندك فواتير لدي مصدر دي بتاعك ايه، عشان برضو ما يجبرش تجيب دي من كده. نمر 4 لازم تكون بوجه رساله لكل صاحب مخبز افرنجي سياحي خارج غير مدعم، لازم تحط على يافطه الوزن بتاع الرغيف بتاعك بكام والسعر كام. ما بقناش نعرف ما عشان ايه ده بقد كده. انا كمواطن اعرف عندي 4 افران في المنطقه، هلا اشوف هنا الرغيف ده كاتب 50 جرام ب 70 قرش وده كاتب 60 جرام ب 80 قرش، هفاضل بين الاثنين. انا من حقي اعرف من حقك إيه؟ انا ما اقولكش انا اللي هفرض عليك تحط السعر ولا الوزن، لان طبعا في واحد بيخبز دقيق وملح وميه وخميره، وفي واحد بيحط محسنات، في واحد بيحط شويه من الزبده، في واحد شويه، لا كل واحد حسب انتاجه. ولكن اطلب بوضع السعر والوزن عشان المواطن يقدر يختار. طب المواطن اللي يلاقي فرن عيش مخالف لا اي مش مخالف، بس حضرتك يعني انا بقولها او لقى اي مواطن وحش. احنا في ظروف استثنائيه، احنا عندنا كام الف فرن بقى، 40,000 فرن مدعم زيهم 40,000 فرن سياحي، عندنا كام سوبر ماركت، عندنا كام مصنع، عندنا مخابع، يعني كم. احنا ما عندناش عدد تموين، هنجيب كل فتش تموين على منشأة، ولكن المواطن هو لازم يكون ايجابي ورقيب معانا ومامور ضبط قضاء. انا بعتبر انا شخصيا مأمور كل ضبط مواطن قضائي. كل يعتبر مواطن. لو يعتبر نفسه مامور ضبط قضائي هنبقى كلنا كويسين. اي مواطن هتلاقي واحد بيحتكر، هتلاقي واحد بيغش في سلعه، هتلاقي واحد جاره بيعلي في الاسعار دون مبرر، واحد يعني اي انواع الغش او الاستقرار او البيع باذن هيتصل فيه عندنا 19588 او 16526 او المرصد الاعلامي عندنا دول لو حضرتك هتشوفي في اي وقت بنتصل. بيانات الشاكي سريه جدا، لا يجوز الاتصال، يعني انا الارقام دي اتصل بيها لو عندي شكوى او المرصد الاعلامي في وزاره التموين. عندنا بنبص على الصفحات المرصد الاعلامي وبنصف السوشيال ميديا، بنتابع يوميا، وبعد برضه الحاجات اللي على السوشيال ميديا زي ما قال فضيله الشيخ الاشاعات او الكلام ده لازم تاكد منها، والاشاعات المضرعه يعني الكلام ده كله بيتم التاكد منه. الحاجه الثانيه اللي عاوز اوجه رساله للمواطن المصري، انت بياناتك سريه، محدش هيقدر يطلع على بياناتك السريه، ولا حد يقدر يطلع. لو عندك شكوى طبعا هتقولها، بياناتك سريه جدا، الارقام هي موجوده على الهواء يعني حاطينها. بياناتك سريه ومحدش يطلع عليها خالص، واشتكي وخليك ايجابي وانت رقيب معانا في السوق. مهم جدا الكلام اللي حضرتك بتتكلم فيه. طيب دكتور هشام، في انا عرفت ان في عشرات من الائمه بتوع المساجد اللي هيسافروا في بعثات خارج مصر علشان احياء الشعائر الدينيه في بلاد غربيه كتير، هم كام امام وكم قارئ وايه البلاد اللي رايحين ليها؟ انا هقول لحضرتك، يمكن هو ليه الدول بتطلب؟
يمكن في ظل قيادة معالي الوزير لوزارة الأوقاف احنا والتدريب النوعي المختلف اللي غير عادي اللي هو احنا بنقول عليه خارج الصندوق لأئمة وزارة الأوقاف مع إنشاء أكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين، أصبح الدول النهاردة بتطلب من وزارة الأوقاف احنا محتاجين الأئمة بتاعتكم، احنا محتاجين ان احنا ندرب الأئمة بتاعتنا في الأكاديمية بتاعتكم. احنا النهاردة واحنا يمكن قاعدين مع حضرتك احنا عندنا دورة اتحاد الإذاعات الإسلامية النهاردة موجودة في أكاديمية الأوقاف الدولية من عدة دول أفريقية وعربية. لسه كان في دولة، كان في واحدة عندنا من الجزائر، من فلسطين، من بوركينا فاسو، من السودان، غير التدريب عن بعد مع عدة دول أوروبية أيضا. فأصبح الطلب على أئمة وزارة الأوقاف بالاسم، احنا محتاجين أئمة وزارة الأوقاف. وعشان خاطر المقارئ والتحسين والعناية بالمقارئ القرآنية، احنا عندنا مقارئ كبار القراء المرتلة والمجودة والمقارئ النموذجية للسادة الأئمة، أصبح محتاجين القراء. احنا عندنا أكثر من 80 إمام وقارئ النهاردة مفيدين إلى دول أوروبية وعربية وأفريقية. احنا عندنا مثلا في ألمانيا، في كندا، لسه مبارح ناس طالعة إيطاليا، عندنا سويسرا، عندنا غير الدول الأفريقية، كل الدول. وعلى فكرة احنا برضو متابعينهم. يعني ازاي متابعينهم؟ يعني احنا متابعين الامام وهو هناك في مسجده، وعشان خاطر لو هو محتاج اي حاجة مننا او اي مساعدة احنا ممكن نساعده او نمده باي معلومات. عشان قبل ما اختم عاوز اسأل عن صكوك الاطعام ده، السنة دي المشروع السنة الثانية، السنة الثانية وبدأ بالفعل وموجود في المساجد الكبرى، في المدريات وفي ارقام الحسابات في البنك الاهلي، بنك مصر، البنك الزراعي، خدمة فوري، وعندنا ارقام موجودة متاحة، احنا بنصلك في اي مكان حضرتك، احنا نيجي لحد حضرتك وبتحول. عايز اقول ال 300 جنيه الساك ده يحول كله الى لحوم. بمعنى ايه؟ بمعنى انا مش عم اخد منه المصاريف الاداريه. يعني احنا وزاره التموين كل الخدمات التي تؤدى لهذا الساك هي مجانا من الوزاره، بالتعاون مع وزاره التموين. يعني احنا مجزر الشركه المصريه للحوم عندنا بقالنا 3 شهور شغالين في الفلسفه بتاعتها ان احنا مش عم ناخد فلوس اداريه من الساك. يعني 300 جنيه دي لحوم صافيه. ايوه، لكن كل المصاريف الاداريه من التبريد والتشفيه والذبح والنقل وكل ده كله بتتحمله احنا. تعاون مثمر بين وزاره التموين ووزاره الاوقاف على اعلى مستوى صراحه. يعني احنا بنشكره من كذا سنه يعني في هذا التعاون، سواء في عيد الاضحى او في شهر رمضان. اشكركم شكرا جزيلا. ويعني اديتونا اخبار متفائله جدا ومبشره جدا يعني اللي بتقوم بيه وزاره الاوقاف ووزاره التموين عشان المواطن المصري، بالتحديد في الوقت ده واحنا داخلين على شهر رمضان. شكرا جزيلا دكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني في وزاره الاوقاف، نورتنا. شكرا لحضرتك. والمهندس عبد المنعم خليل رئيس قطاع التجاره الداخليه في وزاره التموين، شكرا. نورتنا. كل سنه وحضرتك طيب. الحقيقه جهاز الدوله ووزاراتها مستعدين لشهر رمضان، واحنا كمان ضروري نكون مستعدين على فكره للشهر العظيم ده عشان نقدر نستفيد من كل لحظه وكل ثانيه من خيره، من نفحاته الروحانيه، من تقاليده، من الاجواء العائليه الجميله. وده طعم رمضان في مصر اللي عمره ما بيتغير مهما الزمن اتغير. اشكركم شكرا جزيلا، اشوفكم ان شاء الله يوم الاحد في مصر جديده.